سؤال خبيث شوية، الأهلي هل محتاج لعيبة قبل كأس العالم؟ هو سؤال خبيث. يعني هو مش سؤال كتير. كتير سؤال خبيث كتير. مفيش شك طبعا. مفيش شك طبعا. مش هقول لك مراكز. لا لا النادي الأهلي شغالين، احنا شغالين، والنادي الأهلي خلي بالك دايما شغال في ملف التعاقدات وملف اللعيبة ونحط بلاننج حتى للسنين اللي جاية، مش كأس العالم للأندية بس. فلا أكيد محتاجين وإحنا شغالين عليه، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر إن إحنا يعني يروح كأس العالم للأندية بسكواد محترم إن شاء الله. طيب محمد سعيد قال اتحاد الكورة لو سمحتوا الفيفا مدي أوبشن إنك تفتح في البطولة، هل هنستنى لحد إن هم يفتحوا ولا ممكن من دلوقتي على أساس إنه ينسجموا مع الفريق؟ احنا يعني احنا طبعا as soon as possible يعني زي ما بيقولوا يعني في أسرع وقت المفروض إن شاء الله يبقى في حاجة، بنحاول بقدر الإمكان. بس الناس لازم كمان تعرف إن فترة الانتقالات الشتوية بتبقى أصعب كتير جدا جدا من الصيفية، لأنك بتتكلم مع لعيب وأنت عايز كواليتي. الشتوية أصعب. الشتوية أصعب لأن المعروض بيبقى قليل جدا، اللعيبة بتلعب أوريدي في دورياتها، واللعيب المميز النادي بتاعه يعني صعب يسيبه. نعم. وبالتالي الاختيارات بتكون او حصل مع الراجل اللي كان بيلعب في كوريا قاعد يعذبنا شويه. كان مش فاكر اسمه ايه بتاع كوريا ده اللي كان لعيب برازيلي بيلعب في الدوري الكوري. مش فاكر. هي حسب. نعم. كمان الدوريات اللي انت بتختار منها او اللعيبه اللي انت بتلعب فيها بتبدا امتى وانتقالات. نعم. فانت بتخش بتخش في تحديات الحقيقه بتبقى صعبه شويه مقارنه بالانتقالات الصيفيه، لكن احنا ان شاء الله مصممين ان شاء الله نجيب باذن الله، والنادي الاهلي يجيب حاجه محترمه باذن الله قريب.